كان يعطي. والعطاء هذا كما قلت هو سخاء نفس، هو كرم وجود. أيقن الصحابة هذا المبدأ حتى قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، أجود الناس. وجدوا كثيرا من كرم العرب ومن عطاء العرب ومن النماذج التي يضرب بها المثل، لكنهم أيقنوا تماما أنه لم يكن أحد أكثر جودا ولا كرما ولا سخاء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا العطاء حتى يقول أنس رضي الله عنه في الحديث الصحيح: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا للغد، لا يدخر شيئا للغد.